ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده شارك معاكم فيديو جديد ان احنا نعمل برسيل جل خدمة للمدام بقى، مش كده يا مدام؟ ايوه يعني الموضوع ده عايزك ايه تحطيه في نطاق الخدمات اللي انا بقدها لك. ماشي. طيب اول حاجة دي صابونة شمس عادية هنجيبها ونبشرها. انا حاطط بصراحة صابونتين اتنين لان الصابونة كانت صغيرة، وهننزل فوقها باتنين لتر مية سخنة. مية سخنة يلا، دي بتقعد 4 ساعات علشان تدوب، تحط وتقلب وتتنك ايه تقلب لحد ما ايه ما تدوب معاك. ادي المية اهي، ون ايه ونقلب خشبة كده وتقلب. انا هقلبها بقى وارجع لكم بعد كمال الدوب. ايه دلوقتي انا دوبت الصابون اهو في قلب المية، شايفين تقل ازاي؟ بص عامل ازاي، حاجة عاملة زي الجيلي. وهنبدأ ننزل عليه بالإيه؟ بالتكسابون. تكسابون لون صابون، صابونة واحدة نحط صابونتين. المفروض الصابونة لها 8 كيلو تكسابون، فاللي أنا جايبه ده 1/2 كيلو تكسابون. هو بيبقى تقيل كده اهو. التكسابون ده معزز رغبة، يعني هو اللي بيرفع الايه، هو اللي بيرفع الرغوة جامد، وده اساس صناعة الصابون اصلا والمنظفات اهو. ولازم نتنينا وراه لحد ما ايه ما نقلبه. طبعا هو المزيج دلوقتي ما بعد ما بنخلصه ما بنعبهوش، ليه؟ لانه لسه بيتفاعل مع بعضه، وعلى ما ياخد ويدي لانه مش كامل الدوبان، مهما قلبت فيه ما بيبقاش كامل الدوبان، فلما بيقعد بيخمر مع بعضه ويحصل تجانس للمزيج مع بعض. الميه اللي انا عملت بيها كانت ميه سليق ليمون، فديت قللت الكثافه شويه، انما لو انت استخدمت ميه عاديه مش ميه سليق ليمون الكثافه تبقى اكتر من كده بكتير، يبقى عامل زي الجبنه الموتزاريلا. انما انا استخدم مية سلق ليمون عشان هي كويسة وبتنظف وبتدي ريحة زي ما احنا شايفين كده. بعد المرحلة ديت احنا ضفنا 8 كيلو، احنا انا عندي بالنسبة لي هنا حاطط 1/4 كيلو، مش 8 كيلو، 1/4 كيلو تكسبه، ممكن اكتر شوية. نيجي بقى هنا اهو، يبقى هقول لكم المقادير تاني. مقادير تعمل 15 لتر. اول حاجه 2 لتر ميه، وبنحط في قلبهم صابونه واحده، بنحط في قلبه كيس برسيل جل، 8 كربونات، 8 تكسابون، 2 كوبايه مسحوق اوتوماتيك، 3/4 كوبايه خل، باكو كلوروكس، لون برسيل اخضر لو انت عايز لون، زائد ب5 جنيه ملح ليمون، ونص كوبايه ملح طعام. انا هنا مضاعف الكميه ماشي، فانا حاطط صابونتين اتنين، وحاطط بدل 8 تكسابون حاطط 1/4 تكسابون، ممكن اكتر شويه عشان اديله ايه الرغوه بتاعته تبقى عاليه. 2 كوبايه مسحوق اوتوماتيك اهو، مسحوق ده اسمه شاف طايد او ايه حط المسحوق الاوتوماتيك بتاعك ده اوكسي، اوكسي اهو، اعمل لك احلى خلطه بقى. شوف بتقل معانا ازاي، لازم تخلطه كويس. طب انت لسه هتزود ميه، بس شوف خلاص قطع. بس الحاجات اللي احنا هنضيفها دلوقتي هتقلل من الكثافة دي. هنيجي بعد كده نضيف 3/4 كوباية خل. انا طبعا مزود شوية عشان خاطر ايه
عندي هنا اكبر عشان تخلي حله شويه وهيبيض. ندخل المبيض اصلا اهو. طيب هنيجي بعد كده نضيف كلوريكس الالوان، كيس كلوريكس الوان اهو. نقلب وبعد كده عندنا ثمن كربونات. ثمن كربونات انا عامل عندي بزياده، شوف انا هحط ايه، ربع انت من نعم. حطينا الكربونات شويه، فك القوام بتاعه حبه، لسه ملح الليمون هنفكه كمان، 5 جنيه ملح ليمون. عندنا جايبين النص كيلو ملح ليمون ب22 جنيه، يعني لو قسمنا النص ده 4 تنصاص، 4 أجزاء يعني، عندنا النص فيه ربعين وربع فيه تمنين، يبقى إذا النص فيه 4 تكمان، يبقى هتحطله زي تمن كيلو ليمون، تمن كيلو ملح ليمون ولا هو إيه؟ أهو إحنا عاملين بزيادة، هو أبو تمن، إحنا هنحط إحنا بقى إيه؟ ربع عشان عندنا ضعف الكمية. ونقل شفت الكربونات مع الملح الليمون. حط الدرس الجيل اهو. عشان الريحة بقى اعملهم بشوية مية، بعد ما تحط مية تاني هاتهم في الجرد هنا اهو. كمان كيس احنا كده دوبت شويه ملح في قلب الميه، وهنبدا ايه، لان الملح ما ينفعش نضيف كده مره واحده، وهبدا اضيف منه كده شويه بشويه اهو. الملح بيدي تقل في القوام شويه، بس لو زاد بيجيب نتيجه عكسيه، يحل يعني، فانت حط وقلب كده. كده بعد مرور 20 ساعة شايفين بعمل ازاي؟ شوف الطول بتاعه،
طبعا بعد ما الايه بعد ما الخامة ضربت في بعضها وتشبعت بقى زي العجين اهو، والريحة ما تبوش عليه. فاحنا طبعا ايه هنجيب سنة مية عشان نعبيه، مش عايز اخففه قوي عشان ما ياخدش ازاز كتير، لان احنا مش هنبيعه، احنا هنستخدمه، فيا دوبك عايزين يبقى القوام بتاعه ايه ينفع يتعب في الازازه او في الجيركن. طبعا انا مضفتش على اللوم، هو بصراحه مش محتاج لوم. الريحة بقى ما اقولكوش عليها، ريحة خطيرة. بعد ما ضفت شوية مية كمان عشان اخف القوام حبة قدر الامكان، لان انا عايزه تقيل عشان ما احطوش في ايه ما احطوش في اواني كتيرة. بدل ما تحط كوباية على الغسيل مثلا هتحط نص الكمية على الغسيل لما يبقى ايه لما يبقى مركز. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ما تنسناش في عمال اللايك والشير والسبسكرايب، لان احنا بنتعب جامد على الفيديو علشان خاطر نصوره وننتجه ونرفعه على النت. فابسط حق لينا عندك ان انت تدينا لايك، ان انت تعمل لنا شير، ان انت تدوس على الزرار بتاع الاشتراك وتدوس على الجرس عشان يجيلك كل الاشعارات. انا هراجع معاك المكونات الاساسيه، وانت تقدر تضاعف الكميات بقى زي ما انت عاوز. صابونه واحده مبشوره، عندنا تمن كربوناتو، عندنا تمن تكسابون، عندنا 2 كوب مسحوق اوتوماتيك، عندنا باكو كلوروكس، عندنا 3 ارباع كوب خل، عندنا تمن ملح ليمون، عندنا نص كوبايه ملح. دي كل المكونات بتاعتنا. التفاصيل طبعا في قلب الفيديو. ما تنسناش في اللايك والشير والسبسكرايب زي ما انا قلت، ويلا سلام.